مرحبا، السلام عليكم. كثير للأسف يطرح علي سؤال، مع إني عالجت الموضوع هذا من قبل. كيف واحد ملحد صلاح بيتفهم وجهة النظر الإسلاميين أو ما شابه؟ أو مع إني تطرقت إلها في عدة تسجيلات من قبل، وللأسف هاي هي السطحية بالحكم على الأمور، وخاصة في أمور السياسة. للأسف، مع إنها هي واضحة. أنا برأيي السطحية في الحكم تعود إنه إحنا كيف، هي هذا بجدها بالغرب، إنه بيلصقوا الليبرالية والتحرر بالتعري، أو بحقوق المثليين، أو التحرر هو باتخاذ حقوق المرأة في دول الغرب. بدهم حقوق مرأة في دول الغرب اللي في الدول، لكن حقوق الإنسان فايتة في الحيط. هدول أغلبهم، هذا هو الليبرالية المقلدة، هدول اللي بيعمل تقليد. لما أنت بتقلد ما بتفكر، لما أنت بتقلد وبتفكر وبتبرر هذا مش تقليد، هذا أنت بررته لحالك، مش بررته أنك أنت أخذت أي عذر، على القليل أنك أنت لازم تبرر. الليبرالية مش أنك تتعرى، لا، الليبرالية إنك تتعامل مع الأمور بلا عاطفية إطلاقا، صفر عاطفية، تتفاعل مع الأمور كأنها موجودة. يعني هاي الأسد علماني، ليش معناته ما أنا ما أتبعه؟ ما أنت ملحد يا صلاح، لازم تتبع. هاي هي السطحية، نفس الإشي للسطحية بفهم الليبرالية. الليبرالية تعني هي الشك والتشكيك في المسلمات كلها، وإنك تتمك تطرح الأسئلة، وإنك ما تخليش واحد يستفزك، وتكون وعندك قابلية إنك تغير وجهة نظرك لما الأمور تثبت إلك. أنا أهم إشي عندي بالنسبة إلي كمل. في شغلة تانية مهمة أنا بينتها في التاني تسجيل، الإلحاد ما إله خص في السياسة، ولا بنظم حياة الناس، ولا بطيخ أصفر. علشان هيك مستحيل إنك تلاقي اتنين ملاحدة متفقين، لا، أغلب الملاحدة هم مش ملاحدة، هم طافشين من الأديان، بسبب أنا وضحتها في التاني تسجيل بشكل مطول. أنا حاليا همي الوحيد هو مقاومة النظام، الإطاحة فيه وإرجاع اللاجئين، بس بدهم. هلا الإسلاميين بده، أنا مش ماخذ موقف عدائي منه. هلا إذا هو حط المسدس في راسي أخذ موقف عدائي، أنا راح أخذ موقف عدائي منه، هي شغلة طبيعية. أنا مهم عندي جدا المصلحة العامة، حتى لو كان على حسابي. هي أنا هون عايش في أمريكا، هي عندنا قباض الإكساس انتهك كل القوانين والأعراف، شو أحكي؟ أقعد يعني هي وبنتقده، لكن أنا عايش في هالبلد. هاي هو ما أخذوا موقف عدائي منه، ما باخذ موقف عدائي منهم، حتى لو إنه كان على حساب مصلحتي الشخصية. المصلحة العامة لازم أحطها أول شغلة. بعدين في مثل مهم، يعني ما هي أنا عم بعاديله، أنا بحرض ضده الرئيس الأمريكي، بس لنفرض أن إحنا نتعرض إلى حرب إبادة كما يحدث في سوريا، برص الصف معاه. ليش؟ لأنه المصلحة العامة بتصب فيها. لنفرض انه احنا تعرضنا لحرب، لحرب جديده علينا. انا امريكا بلد انصفني، وانا لن اخونه.
بتكون خيانة لو أنا أخذت موقف عدائي منه، خاصة بعد ما أنهم عاملوني بهالطريقة هاي. حتى لو انتهكوا حقوقي بشكل عام، المجتمع الأمريكي أنصفني ومظبوط، مش 100%، لكن أكثر من أي بقعة تاني على الأرض. والحق يقال إنه بيعاملوني أفضل مما بيعاملوا بعض. الأمريكان عنصريين ما بين بعض. فأنا بس بدي أرجع للنقطة هاي وأركز عليها. أهم إشي عندنا هو المصلحة العامة، هو رفع الظلم. أنا عندي استعداد، ما هي يعني أنا أخذت إلي مواقف مناصرة للشيعة في البحرين. طيب لما صار عدوان تموز طيب احنا كنا شيعة؟ لا، في عندك الناس تعرضوا للظلم للعدوان. طيب انسوا عن، خلينا نحكي عن فلسطين. طب انا ملحد، ليش بفضل حماس عن فتح؟ فتح صارت شركة يعني. وانا انصح كثير انه يشوفوا التسجيل الثاني رقم 2. هاي ال 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 انا بينت ووضحت في الامثله انه اغلب الاسلاميين مش عارفين الاسلام تاعهم، اغلب العلمانيين مش عارفين شو هي العلمانيه، ولا حدا عارف ايش هي الديمقراطيه. واهم من هيك، اذا عارفينها مش عارفين كيف يطبقوها. انا بينت انه انا احكي لكم الصراحه، لا اجد الاسلام هو الحل، لكن بنفس الوقت هذا اهم شغله، لا اجد الاسلام هو المشكله. لا، هو جزء مهم من الحل. هذا جزء يعني. انا هلا لو اني لو لنفرض انه انا هلا حكمت سوريا او فلسطين، بالكم راح اتخلى عن 90% من التراث تاعنا؟ بيكون حمار السياسي اللي بتخلى عن التراث. لا تخي، على اساس هيك ان اغلب الحكومات المزارع اللي عندنا بيستخدموا الدين. ليش؟ لانه هذا هيك، انت بتعمل اجماع وتكتلات سياسيه في المجتمع. لا، انا حتى لو انا حكمت اشياء كثيره بتوافق فيها مع التراث، والاشياء اللي مش عاجبتنا بنغيرها. ما هاي هي السياسه، هاي هي السياسه، انك انت كيف تحقق مصالحك بناء على موازين القوه الموجوده. هلا الاسلاميين هم اللي موجودين، هم القوه على الساحه. وعلى فكره ما تلوموا الاسلاميين، لوموا اليسار التقدمي، لوموا العلمانيين، هم اللي أفلسوا فكريا. الأسد أطلق سراح كتير من العلمانيين في بداية الربيع العربي، وكتير من الإسلاميين. العلمانيين هربوا. شو أحكي لكم، أنا جزء من المنظومة هاي وأنا ندمان عليها. أنا عم بحاول قدر الإمكان إني ألاقي طرق إني أقدر أرجع للشرق، لكن الحق يقال انا برضو بلوم حالي لانه انا مديون للبلد هاي. انا لازم اساهم في البلد هاي، وعم بنخرط بالعمل السياسي هون. انا حابب كتير انه انا وضحت وجهة النظر هاي. لازم ان احنا كلنا نحط المصلحة العامة فوق كل شيء. شكرا. اذا في عندكم انتقاد او بتشوفوا تناقض او إشي مثل هيك، مش مهم اكتبوها، حتى انا راح احاول اني ابرر، ولا داعي انكم تتفقوا مع التبرير تاعي. لكن انا بالنسبه لي ما بحط مصلحتي الشخصيه هي انا بدي افرض الالحاد على غيري. شو اللي 99% من الامريكان مؤمنين، يعني احنا بنرفضها لما الواحد بيجبر الاسلام على غيره. انا بدي افرض الالحاد على غيري، شغله مضحكه يعني. ارجو اني وضحت الامور هاي، واي واحد عنده اي سؤال او استفسار انا تحت امركم. سلامات.